أهلا بكم. عبر نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس عن قلقه من النفوذ الإيراني في العراق، وذلك في مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. ودعا بنس في زيارته الأولى غير المعلنة للعراق إلى احترام حق الاحتجاج السلمي، والتقى بمسؤولي إقليم كردستان مستثنيا مسؤولي السلطة المركزية في بغداد. هذا بينما أرجأ البرلمان العراقي جلسة كانت مقررة لإقرار تعديل دستوري يشمل 8 وزراء لعدم اكتمال النصاب. وفي هذه الأثناء قتل متظاهر عندما أطلقت قوات الأمن الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في شارع الرشيد. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بغداد مراسلنا شفيق عبد الجبار. مرحبا بك شفيق. بداية، هل من تفاصيل عن زيارة بانس إلى العراق؟ يذهب إلى كردستان ويستثني الإدارة المركزية في بغداد، وأيضا آخر التطورات الميدانية لديك في العراق؟ نعم، تعتبر زيارة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي هي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول رفيع المستوى أمريكي يصل إلى العراق بالتزامن مع الاحتجاجات أو بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد، والثاني زيارة لمسؤول رفيع بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون المرور ببغداد نهاية السنة الماضية، وهذا ما فعله أيضا مايك بنس عندما يعني زار العراق دون المرور بالعاصمة بغداد ودون لقاء أي مسؤول في العاصمة بغداد. الحكومة العراقية بررت يعني هذا الإجراء بأنها كانت على علم. مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أصدر يعني عصر هذا اليوم بيانا قال فيه أنه جرى اتصال بين نائب الرئيس الأمريكي بنس وبين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وأن الحكومة العراقية كانت على علم في بزيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى قاعدة عين الأسد غربي العراق ولقائه بالقوات الأمريكية احتفاء بعيد الشكر. والدليل الذي ساقه مكتب رئيس الوزراء أن الأجواء العراقية قد تم إغلاقها علما بوصول هذا الوفد الرفيع المستوى الأمريكي الذي زار. طيب، ماذا عن الاحتجاجات شفيق ميدانيا؟ آخر تطورات الحراك الشعبي في العراق في بغداد وفي بقية المحافظات؟ الحراك الشعبي لا يزال مستمر. الحراك الشعبي لا سيما في العاصمة العراقية بغداد تشهد ساحة حافظ القاضي عمليات كر وفر بين المتظاهرين الذين يحاولون السيطرة على هذا المكان الاستراتيجي والمهم والقريب من البنك المركزي العراقي و يعني القريب من جسر الأحرار الذي لا يبعد سوى كيلومتر واحد عن التلفزيون العراقي الرسمي، إلا أن هنالك احتكاكات وهنالك عملية كر وفر بين المتظاهرين وبين قوات الشغب التي أطلقت الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع في محاولة لإبعاد هذا يعني لإبعاد المتظاهرين. المشهد السياسي أيضا، فشل البرلمان بعقد جلسته إثر الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول عدة يعني قوانين من بينها قانون التعديلات الدستورية وأيضا قانون الانتخابات وقانون المفوضية، مما أدى إلى إرجاء الجلسة أو تأجيل عقد الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل. وكنا قد رصدنا يعني المشهد السياسي والميداني في العراق عبر التقرير التالي. مع تصاعد حراك الشارع واتساع رقعته حل بنس في العراق، حيث كان من المقرر أن يلتقي مسؤولين عراقيين، لكنه اكتفى باتصال هاتفي مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الاحتجاجات. عبر بنس خلاله عن قلق بلاده من نفوذ إيران والتزام واشنطن بسيادة العراق. نحن قلقنا متواصل من النفوذ الإيراني المضر في العراق، وكان الرئيس ترامب واضحا حول ذلك، والتزامنا تجاه الشعب العراقي هو في رؤية عراق خال من النفوذ الإيراني. لكن ما تؤكده السلطات من حماية حق التظاهر وعدم استخدام العنف ضد المحتجين لا يترجم على أرض الواقع. ففي بغداد وتحديدا في شارع الرشيد أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع،
والمحصلة مزيد من الخسائر البشرية التي تقدر منذ انطلاق الاحتجاجات بمئات القتلى والجرحى. وما هو يزيد من إصرار المتظاهرين على تحقيق مطالبهم المتمثلة بإسقاط الطبقة السياسية. في البرلمان لم تعقد الجلسة المقررة بسبب غياب النصاب القانوني، وتم تأجيلها إلى الاثنين المقبل، وأرجئ معها إقرار التعديل الوزاري الذي كان من المفترض أن يشمل استبدال 8 وزراء بالإضافة إلى استجواب وزير الصناعة والمعادن. هناك مطالب متظاهرين لإقالة الحكومة وليس التغيير الوزاري. أنا أعتقد التغيير الوزاري إن خطت به الحكومة هذه الخطوة فهو رد الرماد في العيون لا يعني شيء، لكن بنفس هذا الوقت على الحكومة أن تعي خطورة الموقف وأن تعي أنه طلبات المتظاهرين حق مشروع. يبقى المتظاهرون في الشارع لطالما لم تحقق مطالبهم، فالحكومة والبرلمان برأيهم تأخرا كثيرا في الاستجابة لصوت الشارع. شهر مضى والأزمة على حالها، المحتجون في واد والحكومة في واد، والهوة بينهما آخذة في الاتساع. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد مهدي خصعل، وهو رئيس مركز الكلمة للدراسات السياسية. أهلا وسهلا بك سيد خصعل. بداية، كيف تتابع زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى العراق اليوم لناحية شكل وتوقيت هذه الزيارة من جهة وغايتها من جهة أخرى؟ والأخير، لم يعقد أي لقاء مباشر مع المسؤولين في بغداد في حين التقى بالمسؤولين في كردستان. تحية طيبة لكم ولقناتكم الغراء والعاملين فيها وللسادة الأكاربي مشاهديها. واقعا نحن كخبراء في الشأن السياسي ولدينا قراءة ودراية تامة للوضع، نشكل ونضع العديد من علامات الاستفهام والنقاط حول هذه الزيارة وكيفيتها وماهيتها في ظل هذه الظروف وموقع يعني الزيارة والإجراءات التي يعني الاجتماع الذي حدث مع الأخوة الكرد. تجاهلت هذه الزيارة حكومة بغداد و كذلك اكتفت بالاتصال كما فعل الرئيس الأمريكي. إذن نحن نقول أن هناك الكثير من الشائبات، هناك الكثير من النقاط نتحفظها ونسجلها. طيب، على هذه الزيارة حتى وإن كانت حكومة السيد عبد المهدي على علم واضح بها، بل هناك كثير من ما هي النقاط التي تسجلونها وفي أي إطار تفهمون هذا التجاهل للحكومة العراقية في بغداد؟ وهل يبدو لكم أن واشنطن معنية اليوم أكثر بتوقيت علاقاتها مع الجانب الكردي أكثر مما ربما توحي باهتمامها بما تصفه بالسطوة الإيرانية في العراق؟ نعم زميلتي العزيزة، يعني النقاط التي نسجلها على أنه هناك حكومة عراقية مركزية ودولة العراق عاصمتها بغداد، فلا بد أن تعقد هذه الزيارات في بغداد. يعني اليوم أنا لا أريد أن أتكلم حتى ربما يستمع السيد المشاهد الكريم ويقول أن الرجل يتكلم بنظرية المؤامرة، لا، سأتكلم بأدلة وبراهين واقعية. توقيتات الزيارة في هذا الوقت وفي احتدام الصراع اليوم وكذلك التظاهرات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الأخرى، كذلك هناك من هم جزء من العملية السياسية يقولون على أن الأمريكان لديهم سعي حثيث من أجل يعني التسلق على ظهر هذه التظاهرات وحرفها باتجاه مسارات سياسية لدول يكونون لها العداء. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، العلاقة المتوترة بين المركزي والإقليم وكذلك الخلافات حول الإصلاحات التي ستجريها الحكومة العراقية حول الدستور وما شابه في القوانين الأخرى السارية في العراق. الأخوة الكرد متحفظين عليها، هذا أمر آخر يثير الريبة والشكوك. طيب يعني كذلك الزيارة يعني اليوم تكلم حول إمكانية، هل أفهم من كلامك أن النقاشات التي يجريها بنس مع المسؤولين في كردستان العراق تأتي على حساب مصالح الحكومة العراقية في بغداد؟ يعني أنا لا أريد أن أتهم الأخوة الكرد بهذا الأمر يعني بذاته، لكن أقول على أنه مهما كانت هذه الزيارة وكل يعني الملامح الخارجية هي تشير على أنه هناك مشكلة ربما يراد بها السوء للبلد العراقي والحكومة العراقية. هذا ما أستطيع أن أختصر به الحديث ويكون جواب على سؤالك. طيب، مجلس النواب العراقي من جهة أخرى أرجأ جلسته التي كانت مرتقبة اليوم إلى يوم الاثنين، دلالات ذلك وإلى أي مدى برأيك
قد ينعكس هذا الأمر على النقاشات التي كانت مرتقبة داخل البرلمان وهي كثيرة لجهة القوانين التي كانت ستناقش، مطالب المحتجين وأيضا محاسبة بعض الوزراء. زميلتي العزيزة، البرلمان هو وليد الكتل السياسية، فمهما ما توافقت الكتل السياسية سيتوافق البرلمان بصورة كبيرة وسريعة جدا. اليوم هذا الأمر يوضع على مدى الخلافات الموجودة والعميقة داخل الكتل السياسية، حتى ليس داخل الكتل فيما بعضها، بل هناك خلافات بما يعني بين الكتلة الواحدة وفي أفراد الكتلة الواحدة هناك خلافات. أنا واقعا في ظل هذا المنعطف الكبير وهذه التظاهرات الكبيرة التي يمر بها العراق اليوم، جهود البرلمان العراقي هي ليست بالمستوى المطلوب ولا ترتقي لما يطمح إليه الشارع العراقي. يعني دعيني أن أقول لك، هناك شاب متظاهر على سبيل الفرض والمثال يضطر إلى أن يبيع حاسبته الشخصية فمن أجل أن يتواصل إلى التظاهرات، بالمقابل هناك كسر لنصاب هذه الجلسة وعدم اهتمام بها وعدم الشروع بالقوانين. بالتالي هذا الأمر سيزيد فجوة الخلاف ما بين البرلمان وما بين المتظاهرين، وهو أمر ليس بالمحمود. كان يجب عليهم كممثلين للشارع وممثلين للشعب يعني أن يسرعوا وفي عقد هكذا جلسات ومناقشة هكذا قوانين مهمة تساعد في حلحلة الأزمة والمشكلة. بالتالي عدم عقد هذه الجلسة وإرجائها لجلسة أخرى أنا أعتقد سيعطي مزيد من الزخم لساحات التظاهرات وسيبرهن لدى المتظاهرين على أن هناك عدم توافق بين القوى السياسية. شكرا جزيلا لك مهدي خزعل، رئيس مركز الكلمة للدراسات السياسية، كان معنا من بغداد.